شفنا كلنا ان هي يمكن كانت واضحه ونستحق على الاقل ضربه جزاء. فطبعا يعني اكيد يسعدنا ان يكون معانا خبيرنا التحكيمي الكابتن جهاد جريشه، واحد من اعظم الحكام اللي عدوا على تاريخ مصر، وناخد رايه برضو في الاداء التحكيمي النهارده في المباراه. يا كابتن جهاد اكيد يسعدني ان حضرتك تكون موجود معانا في الريمونتادا النهارده. كابتن بركات، مساء الخير حضرتك وعلى كل مشاهدينا. كابتن ازي حضرتك يا فندم؟ كله تمام والله الحمد لله، كله زي الفل الحمد لله. كابتن جهاد، رايك النهارده في الاداء التحكيمي، خصوصا ان في بعض القرارات يمكن احنا يعني مش عايز اقول لك عشان احنا بس مصريين او كده، ولكن يعني كلنا شايفين ان احنا على الاقل يعني كان لينا ضربه جزاء واضحه الشوط الاولاني، فخليني بصفه عامه اقول لك رايك في الاداء التحكيمي. بص كابتن بركات، بصفه عامه بيتر كماكو في تاريخه التحكيمي ما احتسبش ركله جزاء عن طريق نفسه، يعني هو ما احتسبش في حياته عن طريق نفسه ركله جزاء، دايما ركله جزاء اللي تم احتسابها في تاريخه هو دايما بيعتمد على الفار. يعني الفار بالظبط، الفار هو اللي دايما يجيبه عشان ركله جزاء اللي تم احتسابها في تاريخه هو احتسبها عن طريق الفار. ما دي حاجه برضه يا كابتن، ما حاجه مش كويسه برضه يعني. ما هو مش كويس، هو الراجل ما بيحتسبش من نفسه ركله جزاء، وبالتالي بنتكلم على لعبه تريزيجيه. طبعا ركله جزاء واضحه وصريحه، اهمال واضح من حارس المرمى، دخول على رجل تريزيجيه، هي الكلام يا اما حاجه من الاثنين، يا اما ركله مرمى يا اما ركله جزاء، مفيش فيها ركله ركنيه باي حال من الاحوال، وهي ركله جزاء صريحه وواضحه لمنتخب مصر. كانت تفرق كتير جدا وتنهي الماتش بدري جدا، وطبعا قرار مؤثر في الماتش وسير المباراه. طيب هكلمك على لحظه ثانيه مهمه يا كابتن بركات. لا وفي هو قرار يعتبر يا كابتن جهاد برضه، خد بالك يعني مؤثر. انت النهارده انت كسبان 2-3، الماتش خلاص اتقتل، عكس بقى ما يبقى 2-1 وتلاقي الماتش راح في سكه ثانيه زي ونبقى حاطين ايدينا على قلبنا زي ما حصل. بالظبط، احنا كنا في الاخر بنقول يا ربنا استرها يعني، فالاخر طبعا قرار كان مؤثر على ان الماتش ياخد يعني شكل ثاني خالص بعد ركله الجزاء دي. طيب في لعبه ثانيه كمان مع مصطفى محمد، حارس المرمى خرج بره منطقه جزاء ولعب الكره تماما بايده. والله قلنا كده يا كابتن جاد، والله كلنا شفنا حتى يعني قلنا يعني هو معقول يمكن احنا شايفين غلط. لا يا فندم، هو الكره بره منطقه جزاء، ايد الحارس بيعامل معامله غير اللعيبه تماما. إذا الحارس المنظر ده دي تعتبر فرصة محققة وكارت أحمر مباشر لحارس المرمى. يعني الكورة اللي هو لعبها بإيده دي تستاهل برضه كارت أحمر. كارت أحمر لحارس المرمى لما يخرج يا كابتن بركات زي آخر تاني لاعب، هو لحارس المرمى مباشرة كارت أحمر مباشر، لأن كده فرصة محققة لتسجيل هدف، كل عناصر فرصة محققة موجودة. مصطفى محمد لو الحارس ما لعبش الكورة بإيده كان هو أقرب إنه يحرز هدف، وبالتالي بنتكلم على كارت احمر واضح وصريح لحارس مرمى منتخب بوركينا. الهدف اللي بوركينا جابوه في ناس شككت فيه بالتسلل، كان في 2 لعيبه، واحد ناس قالت ان هو اللي هو رقم 2 اللي احرز الهدف مش متسلل، الرقم ال 19 او اللاعب اللي كان تاني اللي جنبه ده على فكره الناس بتقول انه تسلل، على فكره رجل امام عاشور مغطياه، وبالتالي بنتكلم بمنتهى الامانه التحكيميه ان الهدف بوركينا اللي تم احرازه هو هدف صحيح مفيش فيه اي وانا يا كابتن جهاد انا بتفق مع حضرتك يعني بنسبه 100% ان الهدف اللي سجلوه، لان طبعا سليم. احنا متابعين وشايفين السوشيال ميديا وكده، لا انا متفق مع حضرتك ان فعلا الجون صحيح، وان الراجل اللي سجل الهدف كان في يعني ما كانش موجود في موقف التصدي، ولكن الراجل سجل هدف، احنا شايفين الحكم الكيني ده كابتن جهاد يعني وصل في خلال المراحل الاخيره بتاعته بيدير مباريات مهمه. الراجل يعني ابتدى يبقى من اشهر الحكام اللي موجودين على الساحه الافريقيه، ومع ذلك حضرتك برضو بتقولي هو ما بياخدش قرار من نفسه، وده حاجه برضو غريبه. بص يا كابتن، الحكم ده من حكام الخبره اللي موجوده في الاتحاد الافريقي، وما ترشحش لكاس العالم عشان النقطه دي، يعني اللي هو على فكره موجود من حكام النخبه بقاله فتره، وما ترشحش لكاس العالم عشان النقطه دي ان هو ما بيحتسبش ركله جزاء في عدم وجود الفي ار. الحكم ده عمل ماتش الاهلي ومازيمبي، الماتش اللي هو قبل النهائي او في مصر، عمله بصوره جيده جدا، ولولا حكم الفار لغى الهدف بتاع مازيمبي كان راح هو في حته ثانيه خالص، وكان بالنسبه له كانت مشكله كبيره، لان كان لمسه تد واضحه للاعب مازيمبي واحتسب الهدف، وكان حكم الفار تدخل، والتدخل حكم الفار كان تدخل صحيح والغاء هدف مازيمبي كان الغاء صحيح، والحكم لولا الفار موجود كان برضه هيبقى مشكله بالنسبه له، مشكله تحكيميه. راح ماتش نهضه بركان والزمالك في الذهاب النهائي في الكونفدراليه، عمل ماتش اقل من ماتش الاهلي ومازيمبي، وبرضه الفار كان مسانده مسانده كبيره ونجح بالمباراه. النهارده من غير فار يكشف الحكم، يعني اللي هو تقديرات الحكم كحكم ساحه ينكشف جدا لما يكونش فيه تقنيه الفي ار، وبالتالي هو بقول لك ده السبب الاساسي اللي الاتحاد الافريقي ما رشحوش لكاس العالم 2026. الحكم لما يتحط في مواقف صعبه هتلاقي
قدرات الحكم وامكانياته بتبان يا كابتن بركات. النهارده نقول حكم متوسط او حكم غير جيد في المباراه النهارده، ادار المباراه بصوره غير جيده في لقطات كتيره جدا جدليه النهارده، من ركله جزاء لمصر وطرد الحارس بوركينا في المباراه، خطأين كبار في ماتش بس كاس عالم، وبالتالي بنتكلم على اداء تحكيمي غير مرضي النهارده من بيتر كاماكو. تديله كم من 10 النهارده يا كابتن جهاد؟ يعني النهارده الاخطاء اللي خدتها كابتن بركات لما يجي حد بيقيم حكم هل اثرت على النتيجه ولا لا؟ هو ما اثرش على النتيجه بس اخطاء كبيره في ماتش كبير زي ده. ده هو الحمد لله ان هو ما اثرش على النتيجه، ده الحمد لله. لو اثرت هتروح للدرجه قليله جدا في تقريره، لكن هو النهارده مش هيتعدى 6.7 باي حال من الاحوال، لان النهارده مش حكم يقنعك في المباراه كحكم كبير وفي ماتش كبير في تصفيات كاس العالم. كابتن جهاد طبعا بشكرك شكرا جزيلا.